اشترك في قناة قصة حياة وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. قصة حياة ساندي بيل، الفتاة الحنونة. ساندي بيل شخصية كرتونية مشهورة وتعد بطلة لبرنامج الرسوم المتحركة الذي يحمل اسمها. انتشرت هذه الشخصية بشكل كبير في فترة الثمانينات والتسعينيات، وتم ترجمة هذا المسلسل إلى عدد كبير من اللغات العالمية، وشاهده الصغار والكبار حول العالم. يعود ظهور ساندي بيل الأول على الساحة إلى تاريخ عرض مسلسلها لأول مرة في السادس من آذار مارس عام 1981. استمر عرض المسلسل على مدار عام كامل تقريبا، وذلك حتى 26 من شباط فبراير عام 1982، وبلغت حلقات المسلسل 47. قام بتأليف هذا المسلسل الكاتب الياباني هيروشي شيدرا، وتم تسجيله في استديو توي أنيميشن. تلعب ساندي بيل الشخصية الرئيسية في المسلسل، وهي فتاة اسكتلندية شابة مليئة بالحماس والحيوية والنشاط. كانت تعيش في كنف السيد كريس الذي تولى رعايتها وتربيتها منذ أن كانت صغيرة، بعد أن فقدت والديها ولم تعرف عنهما شيئا حيث غرقت السفينة التي كان على متنها. تميزت ساندي بيل بحبها لمساعدة الآخرين، حيث نراها في كافة حلقات المسلسل تسعى لفعل الخير ولتنهي الخصومات بين الرفاق ليعم السلام بينهم من جديد. كما كانت ساندي بيل حنونة تسعى للقضاء على الأحزان ونشر الأفراح بين الناس. أحبت ساندي بيل شابا يدعى مارك الذي كان ينتمي لعائلة ثرية، لكن ثروته تزول بوفاة والده، ويبدأ العمل على حلمه ليصبح رساما مشهورا. كانت ساندي بيل تقف إلى جانبه وتدعمه باستمرار. وكان هناك فتاة تدعى كايتي تكره ساندي بيل، وذلك لأنها تسعى للحصول على قلب مارك، وكانت تسعى لإيقاع ساندي بيل في المشاكل لتراها حزينة. بعد وفاة مربيها انتقلت ساندي بيل للعيش في العاصمة البريطانية لندن، وبدأت مهمة البحث عن والديها. كان يرافقها في هذه الرحلة شخص يدعى إدوارد، الذي اكتشفت في النهاية أنه خالها. بدأت ساندي بيل بالبحث عن والديها اللذين غرقا في حادث سفينة دون أن تعثر على أي دليل، إلى أن التقت بوالدتها ليندا لورنس التي كانت تعمل كمربية للأطفال في أحد الكنائس، والتي عانت من فقدان الذاكرة المؤقت. وبعد أن تستعيد ذاكرتها تعود للعيش مع ابنتها. تعد ساندي بيل من أشهر المسلسلات التي نالت الشهرة العالمية، وتم ترجمة هذا المسلسل إلى عدد من اللغات ومن بينها العربية، وقد أدت نوال حجازي صوت ساندي بيل في النسخة العربية. نالت ساندي بيل شهرة عالمية، وأنتجت مصانع الدمى عددا كبيرا من الدمى التي تمثل تلك الشخصية الطيبة الحنونة. وعلى الرغم من مرور أكثر من 36 عاما على انطلاق المسلسل، إلا أن ساندي بيل لازالت تحظى بشعبية كبيرة في عالم الرسوم المتحركة.